في آية يقول القرآن الحكيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي آية يقول القرآن الحكيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وفي آية ثالثة يقول القرآن الحكيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لماذا كرر فاسقا ظالما كافرا؟ وما هو الفرق بين هذه الأمور؟ نمثل مثالا بسيطا حتى يوضح الفرق. الإنسان السائر عن الجادة إذا انحرف عن الجادة ذات اليمين أو ذات الشمال هذا شيء، بعد هذا الشيء يأتي دور اصطدام السيارة بصخرة أو بشجرة أو هبوطها في واد، مما يسبب أن ينجرح هو السائق أو يسبب أن يجرح غيره، هذا شيء ثاني. وبعد ذلك يؤخذ إلى المحاكمة ويحاكم ويغرم أو يوضع السجن لمدة. انحراف السيارة عن الشارع انجراح نفسه السائق أو أنه جرح غيره، شيء ثاني. الشيء الثالث أخذه للمحاكمة والعقاب. الفسق لغة الخروج، الفسق بمعنى الخروج عن جادة العدل والحق، هذا يسمى فاسق. الإنسان الفاسق إذا خرج عن جادة العدل والحق يصبح ظالما، لأنه إما يظلم نفسه يشرب خمر، إما يظلم غيره يقتل إنسان، هذا شنو؟ هذا ظلم. فأولا فسق عن خروج، بعده ظلم لأن الإنسان قد يظلم نفسه وقد يظلم غيره، كلاهما ظلم. بعد أن ظلم عاقبته شنو في الآخرة؟ النار، فأولئك هم الكافرون. خروج عن الجادة، ثم جرحه لنفسه أو لآخرين بسبب اصطدام السيارة، ثم أخذه للمحاكمة والسجن. لا تشعر نفس الشيء في الآيات المباركة، أولا خروج عن جادة العدل فأولئك هم الفاسقون، ثم هذا الخارج عن جادة العدل إما يكون ظالما لنفسه أو يكون ظالما لغيره، هذا شنو صار؟ صار ظالم، فأولئك هم الظالمون. وبعد فسقه ثم ظلمه يترتب عليه الكفر في الآخرة، وأنه النار، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا تفسير موجز بسيط في وجه تعدد الكلمات الواردة في موضوع واحد، والموضوع الواحد هو من لم يحكم بما أنزل الله. أما مناسبة هذا الموضوع في شهر محرم الحرام ألفت كتب
ورقيت منابر وسمعنا خطبا وكلها حصل وجزى الله العاملين خير مؤلفا او خطيبا او سامعا او غير ذلك. لكن لا يبقى انه نحن نحتاج الى نتيجه. هذه كلها ما كانت نتائج، هذه كلها كانت طرق. انت وقت اللي تسافر منا الى الجحر سافرت واجب لان عائلتك هناك او محل عملك هناك، لكن هل هذا هو الهدف؟ لا، هذا طريقه. الهدف هو ماذا؟ تطبيق مبادئ الحسين عليه السلام. يعني أن الحسين لما قتل هل كان هذا هدفا؟ لا، كان طريقا. الطريق تطبيق مبادئه. تطبيق مبادئه بماذا؟ تطبيق مبادئه له جزءان. جزء المسلمون قليلا أو كثيرا يعملون به، الصلاة يؤدونها، الخمس يعطونه، الزكاة ينفقونه، الحج يذهبون، الصدق فيه موجود، الأمانة موجودة. وعلى هذا المنوال هذا جزء من مبادئ الحسين مطبق. ولو أن التطبيق ليس على وجهه لا كما ولا كيفا، لكن جزء موجود. الجزء الثاني غير الموجود وهو القوانين الإسلامية، هذا غير الموجود. يعني أنه نحن بإقامتنا لعزاء الإمام الحسين في مختلف جوانبه وأبعاده إنما نؤدي طريقا إلى هدف. الهدف للإمام الحسين ولهذه الأمور جزءان. جزء ما يسمى بالصلاة والصيام والخمس والزكاة والحج وما أشبه، وجزء تطبيق قوانين الإسلام وأنظمته وأحكامه. هذا الجزء هو الشيء الذي ليس بموجود على الأغلب والأكثر في أغلب بلاد الإسلام إن لم يكن كلها. تطبيق نطبق هذا الجزء الثاني الذي هو عبارة عن قوانين الإسلام. الآن نبين موضوعاً، موضوع مثالاً لأنه كيف قوانين الإسلام لا توجد في البلاد الإسلامية، ونبين ثانياً شيئاً بسيطاً عن أننا كيف نتمكن من تطبيق هذا الشيء. أما بالنسبة إلى الموضوع الأول وهو أنه كيف لا تكون القوانين الإسلامية غير موجودة في بلاد الإسلام والقوانين الإسلامية التي كانت هدفاً للإمام الحسين تطبيقها وهدف من حركة المسلمين في قضايا الحسين عليه الصلاة والسلام وعزاءاته. ثلاث قوانين أكو في الإسلام. قانون كمثال أول يقول الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، يعني أنك مسلط على مالك ومسلط على نفسك، هذا قانون. القانون الثاني يقول الأرض لله ولمن عمرها. القانون الثالث يقول إن بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين كمثال. في كل العالم الآن ومن جملتها كل بلاد الإسلام أكو شيء يسمى بأزمة السكن. أزمة السكن إذا راجعتم تاريخ الإسلام الطويل، يعني منذ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبل 70 سنة، حيث كانت بقايا قوانين الإسلام تمشي في بلاد الإسلام لو بصورة ظاهرة، لا تجدون في أي تاريخ موضوع اسمه أزمة السكن. الآن إذا تراجعون الصحف
والمجلات والإذاعات والتلفزيونات، تجدون في كل مكان صياح أزمة السكن. هذا السكن يعني شنو؟ يعني أنت وعائلتك في الكويت معكم أو في السعودية أو في أي بلد آخر. وهؤلاء مو واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا ألف ولا عشرة آلاف، لعلهم في مدينة صغيرة كالكويت 50,000 إنسان بلا سكن. وفي صعوبة السكن، لأن معاشه 200 دينار أجرته شقة 150 دينار. نفس الشيء في إيران، ونفس الشيء في مصر، ونفس الشيء في العراق، ونفس الشيء في الخليج، وحتى نفس لندن، وحتى نفس إيطاليا، وحتى نفس نيويورك. هذا اسم السكن من أين وجد؟ بينما 1300 سنة ما كان لها اسم أبدا، لأنها هذه الأزمة أوجدها ترك قانون من قوانين الإسلام، والذي كان هدف الإمام الحسين أن يطبق قوانين الإسلام في البلاد لسعادة الإنسان. شنو؟ القانون كما ذكرنا، قانون الله يقول الأرض لله ولمن عمرها. قانون ثاني كان يقول ادفع من بيت المال إلى كل محتاج بقدر احتياجه. الآن افرضوا ونحن في هذا البلد ونمثل مثالا تطبيقيا لهذا البلد، إذا أعلنت الحكومة غدا أن كل إنسان عمر أرضا من هذه الأراضي البائرة فله هذه الأرض، وكان هناك بيت مال، هذا بيت المال يساعدك مجانا في أن تشتري الجص والطابوق والحديد والسمنت بقدرك، لا بقدر بناية ضخمة، بقدر ما تبني 200 متر كمثل في دار متواضعة بسيطة فيها غرفتان ودورة مياه ومطبخ. الأرض موجودة والمال موجود والبشر موجود. القانون انحرف، قانون كان يقول الأرض لله ولمن عمرها، هس القانون يقول الأرض للحكومات، والحكومات لا تسمح لك ولا يسمحون لك، سواء كنت في لندن أو في طهران أو في بغداد أو في الكويت أو في القاهرة. أراضي موجودة بكثرة، هائلة أراضي، أرض موجودة، بيت المال أيضا موجود. الآن شلون أكو تعليم مجاني وأكو صحة مجانية؟ في الإسلام يقول أكو هم دائرة تسمى ببيت المال، المعونات مجانية، أنت لا تقدر على بناء دار لنفسك، خذ من بيت المال بمقدار ما يكفيك. بطبيعة الحال أنت أيضا تسعى وتحصل على كمية من المال بنفسك، كتاجر أو ككاسب أو حتى كفقير، وجمعوا لك في المسجد وقسم من بيت المال وبنيت الدار وذهبت أزمة السكن إلى غير رجعة. هذا القانون انهدى. لهذا في بغداد أزمة السكن، وفي لندن أزمة السكن، وفي نيويورك أزمة السكن، وفي كل مكان أزمة السكن. أي أزمة مصطنعة مو أزمة واقعة. إنما هذه الأزمة وأزمة السكن ولدها انحسار قانون الإسلام. هذا القانون إذا رجع إلى مكانه هذه الأزمة اختفت تلقائيا. يجينا على القانون الأول اللي ذكرنا عن الناس وسلطون على أموال الناس. الآن إذا رجعت الحكومة وقلت إن صاحب الدار يريد ترفيع الإيجار، الحكومة يقول صاحب الدار ليس لها حق، وإنما 50 دينار في الاستأجر. الآن 50 دينار استأجر رغما على أنف صاحب الدار ووضع الفلوس الإجراء، شنو سقط؟ قانون الناس مسلطون على أموالهم. لكن هذا القانون الناس مسلطون على أموالهم إنما كان ينفع ويعطي مفعوله لما كان لم تكن أزمة السكن. يعني ذاك اليوم
صاحب الدار لا يقول لك اطلع من داري أو اجعل إيجاري 50 دينارا 100 دينارا، لأن أنت تلقائيا تخرج من دارك، فتلقائيا لا يرتفع الأجر ولا ترتفع الأجور. أما اليوم وقد سقط ذاك القانون الأرض لله وبيت المال لنفع المسلمين، جاء هذا القانون الثاني، فقانون الناس مسلطون سقط، كل الناس يشكون من هذا القانون. قانون الأرض لله سقط، قانون بيت المال لمصالح المسلمين سقط، هذه القوانين الساقطة سببت هذه الأزمة. فتصوروا أن قانون الإسلام إنساني إلى أبعد حد، قطع النظر عن الإلهية والغيبية والدينية والآخرية، قانون إنساني حلال لمشكلة. يقولون فرد رجل هذا جاء من بلده إلى كربلاء، أكو هناك في حرم الحسين عليه الصلاة والسلام شيء ما أدري، أظن أغلب الإخوان ما شايفين هذا الشيء لأنه قليل أنا أشوفه، أنا في كربلاء فقط شايفه. شيء كان يسمى مردنجي، فرد حباب كبير هالشكل يخلوه على المصباح الكهربائي أو غير الكهربائي، يعطي فرد نور جدا جميل، هذا فرد نوع من الجمال على قبل فخري أكون في كربلاء. هذا اجى شاف هذا الشيء، قال لخادمه اصنع لنا مثل هذا الشيء للسفر. قال اذا صنعنا مثل هذا الشيء للسفر هذا يتكسر، الاثار السابقه على الدواب وما اشبه يتكسر. قال زين حسنا، قل لهم يصنعونه من النحاس مو زجاج حتى يتكسر. قال اذا صنعناه من النحاس ما يعطي نور، إذا فردت من النحاس صنعناه وخليناه على المصباح هذا لا يعطي نور، ما يعطي نور. قال زين فأمرهم أن يثقبوه الثقب حتى يعطي نور. قال إذا ثقبناه ثقبا في الصحراء وضعناه الهواء تدخل في الثقب وتطفو المصباح. قال لا بأس، أمر بالشريط يلصقون على الثقب. القوانين هذا اليوم له هذا المثال، يهدم قانونا صحيحا يجعل أزمة، يأتي بقانون آخر باطل للتدارك ذلك القانون المنهدم. ولا قطعت رجله الصحيح فصار أعرج، فجئت برجل قرد ربطت رجل القرد برجله، هم أعرج وهم أعرج وهم قبيح. هذا هو معنى قولنا أن قانون الإسلام ساقط، ومو قانون الإسلام في عزمة السكنة، في كل مجال، ولا نريد أن نكثر من الأمثلة، وإنما ذكرنا هذا كمثال واضح. ذات مرة كان في كربلاء عزمة سكن قبل 25 سنة أو أكثر أو أقل، وكان الناس يشكون من السكنة الضيق. بعد ذلك في زمان عبد الكريم قاسم، عبد الكريم قال للمتصرفين أعطوا الأراضي للناس حتى يبنوا، وفي نفس الوقت بنوا بين كربلاء وبين الحر مدينة كبيرة كانت تسمى ذلك اليوم بمدينة الزعيم، كل الناس لو صارت صار أرض قبيحة. وأزمة سكن تلقائيا اختفيت، كانوا يعطون للناس مثل نكت، المهندسون أولا خططوا سووا شوارع، أعلنوا أن كل إنسان يأتي يأخذ 200 متر في قبال 10 دنانير فقط ويبني حسب رأي البلدية ويسكن فيها. كربلاء ما كانت فرسخ كلها، وإنما أعطوا فرسخ، لأن من كربلاء إلى الحر فرسخ 5 كيلومترات قصورا نأخذ 6 كيلومترات، كلها بنيت في ظرفية زمان قليل وارتفع عدد السكان. مشاهدة في هالكلام كان عدف المتصرف هو الجيشي أيضا ومن الثوار مع عبد الكريم قاسم من أتباع الثورة، اسمه سالم عبد الرزاق. جاء هذا المتصرف مزار المعين مع
صادق رئيس البلدية كان عندنا صادق الخطيب. أنا تكلمت وياه حول الأوضاع وكذا وتدهور الأوضاع. أبين هذه القصة حتى نبين الفرق بين الإسلام وغير الإسلام. قال يعني شو بتردون أنتم؟ قلت إننا نريد حريات وحريات غير متوفرة في حكم. قال مثلا هو رجل في الحقيقة جيشي، يعني هو مو مدني حتى يعرف الموازين. قلت مثلا أن الله سبحانه وتعالى يقول الأرض لله ولمن عمرها على لسان أوليائه، وأنتم لماذا أخذتم أمام الأرض ومتخلون الناس يبنون؟ قال ويمكن أن تموطل كم؟ قال هذه الأراضي أعطيناها من كربلاء إلى حور للفقراء 200 متر بعشر دنانير فقط. قلت إشكالي أنا في هذا الموضوع نفسه. قال شلون لعشان تريد أنت؟ قلت أولا أنتم تقولون إننا نعطي 200 متر، لماذا 200 متر؟ إنسان يتمكن من بناء 300 متر، إنسان يتمكن من بناء 500 متر، إنسان يتمكن من بناء 1000 متر. أراضي موجودة بين كربلاء وبين مكة، أراضي لو 10 ملايين يسكنونها الأربعة أواصر، لماذا 200 متر؟ هذا المشكل الأول، وهو خلاف الإسلام الذي يقول الأرض لله ولمن عمرها. ولماذا تعطونها للفقراء فقط؟ الأغنياء ما هو ذنبهم؟ لما كانت عندكم أراضي صح، أغنياء يخدمون البلاد بأموالهم ويعمرون بلادكم أيضا، أعطوها للفقير وللغني. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، لماذا تعطونها للعراقيين بصفتهم عراقيين؟ أليس المسلمين كلهم إخوة؟ عراقي أكون في كربلاء، هندي أكو، باكستاني أكو، إيراني أكو، سعودي أكو، خليجي أكو، لبناني أكو، أعطوني كل المسلمين. أي إنسان خالف وأجرم لكم حق عقابه. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، أنت تعترف بأنه فقير، فلماذا تأخذ منه 10 دنانير؟ وأنت معترف بأنه فقير وتعطيه لأنه فقير، فلماذا تأخذ منه 10 دنانير؟ الإشكال الخامس، لماذا تركبونه لتحصيل الطافو؟ كانوا يقول طافو يعني ورقة تسجيل يركبونه الإنسان 6 شهور، لماذا هذا؟ الإشكال السادس، لماذا تعينون له كيفية البناء؟ كل إنسان وكيف يبني؟ إني أحب أن أبني هكذا، وهو يحب أن يبني هكذا، وهو يحب أن يبني هكذا، وهو يحب أن يجعله أحد يخليه كلمته، وهو يحب أن يجعل له حديقة 100 متر، وهو يحب أن يرفع، وهو يحب أن يخفض، لماذا؟ قلت له بتفصيل 10 إشكالات، قلت هذا حريتكم فيها 10 إشكالات إسلامية، فكيف بعبوديتكم ورقيتكم؟ الحقيقة هو انبهر، ما تمكن يجاوب، يعني انفتح حقوقه، توصل إلى صادق البلدية رئيس البلدية حتى هو يجاوب، هو ما تمكن يجاوب، يعني ماكو جواب عن الكلام الصحيح. ما كان شيء، وبعدين هم ضحك لا أقل ولا أقل. قانون وقت الذي ينهدم، معنى هدم القانون مو أن آخرة الإنسان أسيئت إليها، وإنما معنى انهدام القانون وضع مشكلة للإنسان. ذات مرة ثانية في قصة المماثلة، قلت أعرف الصحة، أصلي صلاة المغرب والعشاء، شفت فرقومة إنسان أمامي، تعرف عن فرقوحة شنو؟ قالوا جاي وفد اقتصادي من سوريا إلى العراق للمصادقة الاقتصادية. لا لا، قلت لأحد الأصدقاء جنوهم عجل، هم كانوا في غرفة التلفزيون بعده، أنا جنت وهم يجوا جماعة منهم، تلاقينا تسالمنا خيرا، وجماعة محتفين بنا، وقفوا على المغرب، قالوا المغرب والعشاء. قلت من أين الوقت؟ قالوا من دمشق. ولماذا جاي؟ قالوا في الاقتصاد، جايين لتنسيق الاقتصاد بين البلدين، دمشق وبغداد. قلت له أنت خريج؟ قال لا. أي الجامعة؟ قال جامعة دمشق وجامعة القاهرة، جامعتين إسلاميتين، يعني في بلدين إسلاميين.
قلت ماذا يدرس في الجامعة في الاقتصاد؟ الاقتصاد. لكن يا لو من الاقتصاد قال يدرس الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي والرأسمالي، هناك فرق بين الشيوعية والاشتراكية. الاشتراكية تقوم بتأمين قسم من الأمور المنابع العامة، الشيوعية تقوم بتأمين كل الأمور، كل وسائل الإنتاج والملك والأرض وغيرها. قلت حسنا لهذا الإنسان وجماعة واقفين هو، قلت حسنا أين الاقتصاد الإسلامي؟ لماذا لا يدرس في الجامعات الاقتصاد الإسلامي؟ وفكر قال العرب ما عندهم اقتصاد، هذا أبدا. قلت ما سألتك عن العرب، سألتك عن الاقتصاد الإسلامي لماذا لا يدرس. فكر شوية ارتبك، فكر قال الإسلام ما عنده اقتصاد. قلت له هو استار الإسلام حكم أكبر رقعة من الأرض وحكم مختلف الشعوب ومختلف البلاد عشرة قرون، وازدهرت تجارته وازدهرت صناعته وازدهر اقتصاده وكثر ماله، ومع ذلك بلا اقتصاد 1300 سنة بلا اقتصاد كان يعيش. حتى أنت تقول الإسلام ما فيه اقتصاد، ما يرتبك هو وأحمر وجه أمام الجماعة. قال والله يا سيد أنا ما أعلم هذا الشيء، اسأل رئيسنا، رئيسنا قاعد في غرفة كلك للدار. لا رئيس المقام دار بس لاحظ المنطقة الأعوج في بلاد إسلامية وكلية تؤسس لتدريس الاقتصاد، وفي سوريا ذاك اليوم وفي القاهرة ذاك اليوم، وفي الاقتصاد الشيوعي ماركسي، وفي الاقتصاد الاشتراكي بريطانيا الاشتراكية حكومة اشتراكية، وفي الاقتصاد الرأسمالي أمريكا اقتصاد رأسمالي، وليس فيها شيء من الاقتصاد الإسلامي. ثم ينمو الفقر لأنه انهدم الموضوع. ولذا ترى في كل بلد فقراء ومساكين، لأن راح الاقتصاد، راح التوزيع العادل، راح المنهج المستقيم. هذا كمثال بسيط لبيان أنه كيف انهدمت قوانين الإسلام. الآن أية مشكلة تجد في بلادنا من مشكلة اقتصادية أو مشكلة سياسية أو مشكلة اجتماعية أو مشكلة عائلية أو مشكلة سكنية أو أية مشكلة، إنما هي وليدة انهدام قانون في القوانين الإسلام. ونحن صنعنا المنابر وصنعنا الكتب وصنعنا المجالس وبذلنا وبكينا وخطبنا وصنعنا كلها حسنة، أخذنا من السوق اللحم والخبز والأرز والدهن وكل شيء لأجل الغداء، ذهبنا ظهرا إلى الحوش ماكو غداء. الواجب علينا نحن بعد هذه الحلقة الأولى من صنعنا الكتب والمنابر والعزايات والخطابات، الواجب علينا أن نهتم لإرجاع قوانين الإسلام إلى بلادنا. أما ماذا بيدنا أن نصنع؟ لعلكم تقولون ليس بيدنا هذا الشيء. نعم بيدنا، بيدنا نحن ثلاثة أشياء مقدمة لإرجاع قوانين الإسلام إلى البلاد. أن تربي نفسك عالماً محريرا، يعني وقع هذا الشيء يحتاج إلى علم، بلا علم أنت لا تفهم وأنا لا أفهم أي قانون للإسلام مرتبط بالعائلة، وأن الغربيين والشرقيين كيف زحزحوا هذا القانون وكيف جاءوا بقانون بدله، ولماذا صارت مشاكل العائلة في كل العالم وكثر الطلاق في كل مكان. فقد مرة أنا كنت أقرأ تقرير عن فرنسا، عن فرنسا في التقرير قبل مدة، يقول التقرير أن في فرنسا من كل 1000 إنسان يتزوج 70، ومن كل 1000 زواج يبقى في قيد وحبالة النكاح 100، من كل 1000 إنسان 70 فقط واحد يتزوجه.
البقية سفاح وغير سفاح وكل هذا الشيء. ثم هل 70 المتزوجين بالمية 90 منهم يقول أبوهم للطلاق؟ لماذا صار هذا الشيء؟ وهذا مو في فرنسا، بأرقام متشابهة أكو في الخليج وفي مصر وفي إيران وفي العراق وفي كل مكان، يعني في هذا القانون والصالح في بلادنا وكسرت على ثمن تزداد النسبة. فأنت يجب عليك وأنا يجب علي أن أعرف من أين ولد هذه المشكلة وما هو قانون الإسلام لحله ولعلاجه. فيجب مقدمة لتطبيق الإسلام أن تكون وأن نكون علماء فاهمين، عالما محريرا، نفهم القوانين الوضعية، نفهم القوانين الإسلامية، نفهم المشاكل الاجتماعية، نفهم كيف تولدت المشاكل الاجتماعية والأزمات من زحزحة القوانين الإسلامية ومجيء القوانين غير الإسلامية مكانها. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، يجب أن تكون كاتبا قديرا حتى تتمكن أن تؤلف الكتب، يعني حتى تتمكن أن تؤلف الكتب وتبين أضرار هذه القوانين وتبين منافع القوانين الإسلامية للمجتمع. قلنا دعنا عن الآخرة، تبين أنه كيف القوانين الإسلامية علاج، وكيف أن هذه القوانين سبب المشكلات والأزمات. أظن مرة نقلت لجماعة من الأصدقاء اللي هنا وغير هنا في زمان عبد السلام عارف، عبد الكريم قاسم سوى قانون يسمى بقانون الإصلاح الزراعي في العراق، وهذا القانون الإصلاح الزراعي أورث مشاكل وإلى اليوم. ومن جملة مشاكل هذا القانون كمثال نقول لكم أنه في كركوك كانت قرى كركوك تعطي كل يوم 1,000,000 بيضة، كركوك وحدها، وكان كل الدكاكين في كل السنة فيها بيضة. ويذكر الشيخ ويذكر السيد عبد الكريم قاسم قبل 20 سنة سوى قانون الإصلاح الزراعي. من بركات هذا القانون المنحرف أن من ذاك اليوم هو مقبل الأخ الصادق ألف كتاب، اسم الكتاب الإصلاح الزراعي في الإسلام. هذا الكتاب ألفه تأليف، وذكر أن أخطاء القانون الإصلاح الزراعي المطبق ما هو، وأرباح قانون الإصلاح الزراعي الإسلامي ما هي، مقايسة، وكل بالأرقام وبالأمور العقلية والفكرية. أحد أصدقائي كان صديق إلى وزير الإصلاح الزراعي في ذلك اليوم، واسم وزير الإصلاح الزراعي دكتور عبد الصاحب علوان، وهو دكتور وكان وزيرا. هذا الوزير كان مؤلف كتاب الإصلاح الزراعي. الأخ الصادق في كتابه يرد على عبد الصاحب علوان بالنص والاسم، يقول الدكتور عبد الصاحب علوان في كتابه صفحة فلان كذا وهذا رده، ويقول كذا وهذا رده. الصادق طبع هذا الرد على الدكتور عبد الصاحب علوان. هذا صديقنا وقت اللي شاف هذا الكتاب، وهو صديق دكتور عبد الصاحب علوان، أحد نسخ من الكتاب أو نسخ، قال أوديه إلى نفس الوزير حتى يرد عليه. ودائر الوزير يقول الوزير هو يا ولد تعب، شلون تجرى انسان في دوله دكتاتوريه ان يرد على وزير؟ انا صاحبنا قال هذوله على قول الفارسي قلت بارون بيده هسه ما يخافوا، دع عنك هذا لا باس. قال ايش ارد عليهم؟ بعد اسبوع او اسبوعين راح الى بغداد مره ثانيه، يقول راح على دكتور عبد الصاحب على نفس الوقت رجع. قال قلت له وين راح؟ يقول راح الحقيقة ما عندي رد على هذا. قال وإنما نحن مأمورون أن نطبق هذا القانون لا أكثر ولا أقل. هذا هو الكتاب صحيح. من المستحيل أن تري إنسان شمعة ومصباح الشمعة وهو يصر ويقول أن شمعته خير من مصباح. فنحن بحاجة إلى أن نكون علماء حتى نفهم مواضع الداء ومواضع الدواء. مثل الطبيب، هل أنك إذا لم تكن طبيبا تعرف لماذا هذا بطنه يوجعه؟
أو أن غذاءه مثلا لا ينهضم؟ يجب أن تعرف، يجب أن نكون من أنفسنا علماء نفهم الداء والدواء، وما هي القوانين الإسلامية الساقطة وما هي القوانين الإسلامية الواجبة على الأخذ بها. ويجب أن نكون أيضا خطباء حتى نتبقل أن نبين للناس. الآن نحن وأنتم كثيرا ما ذهبنا إلى المجالس في هذه العشر وسمعنا كثيرا من الخطباء الأكرمين تكلموا عن الصلاة وعن الصوم وعن الحجاب وعن الخمس وعن الحسين كيف قتل وعن بني أمية وجرائمهم، هذا كله صحيح وواجب، لكن كم سمعنا عنوانا حول قانون 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 من قوانين الإسلام مقارنا ومبينا زيف القانون غير الإسلامي ووجوب هذا القانون الإسلامي في مكانه؟ كم سمعنا؟ إذا سمعنا قليل فطبيعته، ما أقول ما سمعنا أبدا، لكن قليل ومو بالمستوى. عالما محريرا حتى نفهم، خطيبا قديرا حتى نبين، كاتبا شهيرا حتى ينتج الكتب. كاتب كاتب قوي، لأنك إذا كنت كاتبا قويا وكتبت 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 وعشرات الألوف من الكتب وزعت، بطبيعة الحال ما أقول إنها تغير 100%، لكن تغير 10%. الآن حقيقة إذا حكوماتنا وأكثرها حكومات لا تعرف الحقيقة، إنما هي حكومات تحول القوانين إلى لجان خاصة، واللجان الخاصة هي التي تضع الحلول. أحد نواب الكويت نقل لي والآن موجود هو النائب، قال أن الحكومة حولت إلينا قانون أن الولد كم يبقى في بطن الأم. يقول إحنا كونا لجنة خاصة من هذا الشيء، مو 50 نائب اللي في المجلس، كونا لجنة خاصة من 3 أشخاص، أحدهم أنا وشخص ثاني وشخص ثالث غاب ما كان حاضر، كثنين وضعوا قانون هذا البلد حول الولادة. قال صديقي من الممكن وضع القانون، الآن موجود هذا النائب لعله لا يرى أن أذكر اسمه، قال صديقي، هذا صديقي من غير شكل مو من شكلنا، قال على أنه من الممكن أن يبقى الجنين في بطن أمه 9 سنوات لأن فلان عالم قال هذا. يقول أنا قلت له، الآن كلاهما موجودا، يقول أنا قلت له هذا إذا حديدهم يدوب 9 سنوات الآن موجود. يقول قلت له ثم من أين هذا الشيء؟ قال لأن فلان عالم غير. يقول نزلته قبل 4 سنوات على الإمام الشافعي، لأنهم ينقلون أن الإمام الشافعي بقي في بطن أمه 4 سنوات. قلت له عني هسه عصر الآن الإمام الشافعي ممكن يزول معجزة يصير، أما على عصر الآن يضحكون علينا أن لو قلنا أن الولد يبقى في بطن أمه 4 سنوات، لأن كل الأطباء متفقون على استحالة هذا الشيء. أخيرا يقول قنعته بسنتين فقط والقانون حكم بالسنتين. الشاهد في أنه الذين يضعون القوانين في بلادنا من هذا النموذج وفق، يعني مو أنه يجلس جماعة 50 واحد مفكر ويفكرون ويطبقون، وهذا القانون يقف أمام قانون الله سبحانه وتعالى بالبلاد لا أكثر ولا أقل. وأحيانا إني أعلم ولا نفصل أكثر، احيانا قوام وضع القانون انسان واحد فقط وفقط. هنا في هذا الكويت صارت القصه، وهو انه قالوا لي انه قوانين جديده اتتني قبل 3 سنوات، وهذا عجيب ليس من كل شيء. قالوا ان قوانين يريدون يغيرون قانون الاحوال الشخصيه، قانون جديد. احد النواب نوايبين قالوا لي هذا الموضوع، قلت زين هذا القانون يجب ان يكون مطابقا للاسلام. قالوا ايه نائبين، وأنا خارج عن الموضوع، يعني لا قويتي لا مضبوط للموضوع، بس كصديق له قلت من الأفضل أنه هذا القانون يشوفه حتى لا يكون خلاف الإسلام. قلت إحنا نأتي إليك بمسودة القانون حتى تلاحظ أنت.
احد النواب الكويتيين اسماعيل دشتي جاب لي مسوده القانون، ثلاث كتاب تقريبا 200 صفحه عن الاحوال الشخصيه من اوله الى اخره. انا لاحظت الكتاب واشرت اليه مكانات الخلاف، مكانات عدم الصحه، يعني هذا المكان مو صحيح. حطيت وبينت له قبل احد الاحوش، بين له قلت هذا خلاف العقل، هذا خلاف الكتاب، هذا خلاف السنه، بينت له 200 صفحه تقريبا الكتاب. اخذ وقال له بعد ذلك كون اللجنة، واللجنة من 3 أشخاص فقط أيضا يريدون يقررون قانون، ألف قانون في البلد. لا يقول هو رئيس اللجنة فلان إنسان، لا سماه أنا نسيت الاسم، يقول بينت له لأن القانون كان منظمين جماعة من المقننين في البلاد من الخارج والداخل، حتى مجلس الأمة يصدق هذا القانون. يقول لاحظ مواضع مواضع قال مو أفضل شيء أصلا أن نخلي قانون البلاد كما كان وفي أمان لها القانون يريد. ألف قانون يريد يوضع في البلد تحت إشراف 3 أشخاص، وأحدهم يقول من الأفضل أن نحل القانون على ما كان يطرح هذا السيدي أمان الله، وطرح على اليوم طرح خلاص. لذلك الحقيقة كما ذكرنا أن مبدأ الحسين كان قوانين الإسلام، وكل قانون للإسلام زحزح معناه جاء قانون فاسد مكانه يسبب مشاكل في هذه الحياة الدنيا، ومن يجب عليه أن يطبق قوانين الحسين عليه الصلاة والسلام الذي هو هدفه. أهل العلم كيف يتمكنون أن يطبقوا؟ بثلاث شروط. أولا أن يكونوا علماء كبار، عالما يحريرا، حتى نعرف القانون الفاسد والقانون الصالح، وأي قانون يمكن أن يأخذ مكان قانون. ثانيا خطيبا قديرا حتى يبين للناس، بس البيان مو كله ضد الحكومات بطبيعة الحال، لا أبدا، وإنما هو في مجلس الأمة يضع القانون وأنا أبين فوق المنبر خطأ هذا القانون أو أن قانون الإسلام أفضل من هذا القانون. وذكرنا أن أكثر الحكومات هؤلاء مشغولون بقضايا الجيش وقضايا الكذا أصلا لا يلتفتون إلى هذه الأشياء، وإنما أفراد خاصة في الأجهزة يجعلون القانون يقدمون يصدق من قبل الملك أو المجلس الجمهوري أو المجلس الثوري أو مجلس الأمة أو أي إنسان خلاص. فالقانون في البلاد العقوبة والثواب والطرد من البلاد والسجن والغرامة والإعدام وكل شيء ترتب على هذا الإنسان الواحد المصدق للقانون، عالما محريرا وخطيبا قديرا حتى يبين. شيء ثاني وشيء ثالث، كاتبا شهيرا. إذا كاتب شهير مو كاتب ألف كتاب وفي غرفته وانتهى كل شيء، لا يمشي كتابه بالبلاد والناس يشوفون هذا حق يقارنون، على الأقل ليكون لله الحجة على الناس، فلو كتاب موجود هذا الشيء. إذا كان هكذا ومو أن الله سبحانه وتعالى قال البلاد سوف تكون للغرب والشرق إلى يوم القيامة، الله في القرآن الحكيم بالعكس قال، قال كلا نمد، كلا يعني المؤمن والكافر، المطيع والعاصي، الطيب والشرير، والخير والمنحرف، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. دنيا دنيا، الله يمد فرعون ويمد موسى، يمد رسول الله ويمد أبا جهل، يمد عليا ويمد معاوية، مال، رجال، صحة، سيادة، كل شيء الله يعطي. يعني هنا لازم كل شيء يعطي للكل حتى يتبين الصحيح من السقيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا في الدنيا، عطاء الله مو محظور ولا محظور، وإنما عطاء الله يعطى لكل إنسان. أنت عملت تتقدمه أنت، هو عمل يتقدمه، الثالث عمل يتقدم الثالث. فنحن قلنا أن ما صنعناه هو كان نصف الشيء أو هو الطريق على الأصح،
البكاء، المنابر، المواعظ، الإرشادات، المجالس، بيان الصلاة، صيام، حج، خمس، ظل، سقوط بني أمية، سقوط بني العباس، كله صحيح. لكن هذا كلنا كنا في الطريق. الهدف تطبيق قوانين الإسلام التي هي مبادئ الإمام الحسين وأهداف الإمام الحسين. كيف يطبق بهذا الشيء؟ أن يجعل كل منا من نفسه عالما محريرا وخطيبا قديرا بكتابته وبقلمه وبلسانه وببيانه بعد علمه ينير النار. شيخ عباس علي الإسلامي الله يحفظه هو كان يقول في الكلمة جدا جميلة، يقول: نحن قلنا للناس ابن الحسين يحفظ، قلنا للناس ابن المساجد بن، قلنا للناس اجعل القراءات جعل، قلنا للناس اطق الشاي اذهبوا الى حرم الحسين والزياره اطعموا في يوم عاشوراء فعلوا، فاذا قلنا لهم اصنعوا هذا الصنيع هم يعملون. هم اناس وجهتهم يوجهون، وانما المهم انك توجههم. وكيف توجهه؟ عالم، خطيب، كاتب، كل إنسان منا إلى هذا. صدقوا أن كل إنسان منا إلى هذا في برهة قليلة نتمكن أن نسترجع ولو قسما مما فقدناه، ونطبق ولو قسما من مبادئ الحسين التي كانت لأجلها قضية الإمام الحسين. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.